وللتعليق أكثر حول تداولات اليوم ينضم إلينا من الرياض الدكتور عبد الله باشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم وان للاستشارات. أهلا بك معنا دكتور عبد الله، شكرا على وجودك. ننهي أول جلسة من شهر أكتوبر بتراجع 62 نقطة، ورغم ذلك العملية يعني الضبابية على الأسواق العالمية. هل ما تحدثت به جانيت يالين ربما ما زال يعطي صورة غير متفائلة للاقتصادات العالمية ستستمر بإلقاء ظلالها على السوق السعودي حتى الربع الرابع، وتحديدا بعملية القيام بتثبيت أسعار الفائدة؟ مساء الخير ميساء، ومساء الخير المشاهدات والمشاهدين الكريم. نعم، ما في شك هذه حقيقة اقتصادية لا جدال فيها، يعني ما ينعكس على الأسواق العالمية، وبالذات كما تكرمت عدم التأكد أو الضبابية أو عدم زعزعة الثقة انعكست. طبعا احنا لو أخذنا كل المؤشرات في السوق الأمريكي من دون جون إلى الاس بي 5 إلى هذا، سنجدها انخفضت خلال شهر أغسطس بين 10 إلى 6%، وهذا يمكن من أسوأ الشهور اللي حصل. وهذا طبعا نتيجة زي ما أشرت ودائما نعيدها، هي عملية التوقع للنمو في الصين وأسعار النفط وما شابه ذلك. هذا انعكس على أسواق الخليج، انعكاس الحقيقة يجعل من الربع الأخير لهذا العام لا أعتقد أن الصورة ستتغير تغير جذري، ولكن سنبقى على نفس الرتم. وهذا هو مؤشر الآن السيولة بدأ يتفاعل مع هذه المؤشرات بكل أسف. عملية الانتقال من يوم مربح إلى يوم منخفض أو من يوم أحمر إلى يوم أخضر مستمرة الوتيرة، رغم أنه هناك في عوامل قد تسرد السوق الحقيقة في الربع الثالث. طبعا من أهم هذه العوامل زي ما تكرمت عملية السماح للبيوت الاستثمارية والمالية الدخول في السوق السعودي. صحيح. لو نظرنا إلى هذه الخطوة، أنا أعتقد أن هذه الجهات الاستثمارية المؤهلة والخبيرة ستعتمد على صناديق التحول، لأن عندما تدخل أي أسواق وفي لحظة زي هذه اللحظات من لحظات الاقتصاد الغير واضعة، يكون عملية التحوط أو صناديق التحوط هي الآلية العليا في اتخاذ قراراتهم. هذا سيعطي نوع الحقيقة من الزخم للنظرة المستقبلية ل 2016 بإذن الله. طيب، وهنا أريد أن أتحدث دكتور عبد الله، يعني عملية دخول سيتي جروب وشركة أشمر للسوق، إلى أي مدى يعني يمكن لهذه الشركات الأجنبية أن تضرب عصفورين بحجر، تستفيد من الدخول إلى السوق بالمقابل تستفيد من قرار الذي وجه به الملك سلمان بعملية تملك الشركات يمكن أو دخولها بقطاع التجزئة بنسبة 100%؟ هل سنرى عمليات توسعية أكبر ربما لسيتي جروب بالقطاع التجزئة بالسوق السعودي مع هذه الخطوة؟ ميسا، أنا أعتقد هذه نظرة ثاقبة لمتخذ القرار من الناحية الاقتصادية، لأنه من الناحية الاقتصادية قطاع البنوك الآن لا يمر بأزمة، ولكن يمر بمتغيرات رئيسية في الأسس، في الفندمنتال تبعه. من أهم هذه الأسس طبعا هي عملية أسعار الفائدة، من عمليات قلة السيولة في الاقتصاد، من عمليات اقتراض الحكومة، من عمليات النظر إلى المحافظ التموين تبعه ومحافظ القروض. بالإضافة إلى أن دخول هذه المؤسسات من الناحية المالية بالإضافة للناحية الاستثمارية زي ما تكرمتي، البعض منها الحقيقة لديه خبرة كبيرة في السوق السعودي، يعني سيتي ما طلع إلا في 2004. بالإضافة إلى أنه الجميع يعرف أن هذه المؤسسات تعمل في السوق السعودي، وخاصة في مجال الثروات الكبيرة تعمل بطريقة غير هذا، فأنت بتحاول قدر الإمكان أن تدعم هذا القطاع. فدعم هذا القطاع يحتاج إلى تدفقات جديدة في هذا القطاع. فأعتقد نعم أنه هذه الإضافة، صحيح أنها ستكون هناك منافسة، صحيح أنه ستكون القيمة السوقية أو الحصة السوقية لبعض البنوك الكبيرة والرائدة في المملكة ستقل، لكن أعتقد في الأخير أنه المنافسة ستكون في صالح
من يستخدم آلية البنوك. طيب، هنا أعرج على القطاع العقاري ويمكن الخطوات اللي عم نشهدها دكتور عبد الله من وزارة الإسكان. بالأمس يمكن كان في حديث بأنه وزارة الإسكان قد تسعى للانضمام مع صندوق التنمية العقاري بإدارة مشكلة الإسكان وبالإدارة ككل. اليوم عم نسمع بعض الخطوات بأنه وزارة الإسكان تدرس إلغاء شروط الإقامة بالخارج. هذه التحركات من قبل وزارة الإسكان هل سيكون لها انعكاس برأيك على القطاع العقاري، على سوق الإسكان؟ هل سيكون في حل لمشكلة الإسكان السعودية؟ والله أنا أعتقد من قراءة الخبر ومن تحليلك لي أنه لو نظرنا إلى منظومة قطاع العقار، منظومة قطاع العقار ليس منتج، ليست عقار فقط، ليس أرض بور وأنت بتطورها. منظومة العقار هي منظومة ماد خام اللي هو العقار، ثم ثروة تدعم أو تحرك هذا. لأنه أنت لو وجدت منتج حتى لو كان جيد ولكن غير موجود السوق له وغير موجود الرافعة المالية له، لا يكون ذات فعالية. أنا أعتقد أنه وزارة الإسكان الحقيقة مرت بمرحلة غير سعيدة نتيجة للتغيرات، نتيجة، وأنا أعتقد ولو أن هذه قراءتي أنا البسيطة، أن الاستراتيجية التي وضعت بأيدي مستشارين لا يعرفون بيئة القطاع العقاري في السعودية أو في الشرق الأوسط. وهذه الحقيقة أكبر المشاكل دائما تعاني منها بعض الجهات الحكومية، بحيث أنها لا تحاول أن تطعم الرأي الاستشاري برأي يعرف البيئة ورأي عنده خبرة أو النوهاو. فنعم، أنا أعتقد أن هي المنظومة هذه تحتاج. أنت شفتي لما دخلت أنظمة التمويل لم تكن ذات فاعلية كبيرة. صحيح. قد يكون صندوق التنمية هو الأكثر فاعلية لأنه كل العملية هتكون في دورة متماسكة. وشكرا على تحليلك وتفصيلك دكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات، كنت معي من الرياض.